آخر الأخبار المنوعة، ضحك وفرفشة، مسابقات وجوائز، فوانيس من السبت إلى الخميس بعد 10:30 مساء على راديو الغد. رمضانك أحلى. هلو، يسعد لي وقتكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعوا راديو الغد في كل مكان وفي كل زمان. تحية من القلب لكم. اليوم يوم الخميس. شو يعني يوم الخميس؟ يعني في فوانيس. رندا سلطان، يسعد مساكي. مساء الخير يا جورج، مساء الأجواء الحلوة والأجواء الرمضانية المباركة. يسعد لي مساكم متابعينا ومستمعينا، يسعد لي مساك ريناس المبدع مخرجنا لهذا اليوم. طبعا أكيد أتمنى لكم أجواء جميلة اليوم ويانا ببرنامج فوانيس أكيد، ويا جورج غرام ويايا أنيا رندا سلطان. وشانك يا جورج؟ أنا منيح ماشي الحال. أنا قبل الهوا كنا أنا ورانا عم ننتف عن رندا، عم ننتف بعضنا أنا وياها، عم نشد ود شعر بعضنا. بس هي ما بتقدر شخص يجادل ويعاند هو جورج. بس هي طبعا ما بتقدر تشد لي شعراتي لأنه أنا ما في شعر أصلا. أوكي، اليوم مستمعينا مثل العادة مثل ما تعودتوا بفوانيس رح يكون في فريقين، فريق رندا وفريق جورج، وأكيد الفريق الفائز بالنهاية رح نسحب من اسمه اسم للقرعة لنهاية شهر رمضان المبارك لحتى يربح قطعة ذهب. بالضبط. بس الجائزة اليومية أيضا أكو، بما أنه أنت تحدثت طبعاً عن الجائزة الشهرية اللي هي قطعة ذهب من بريميلاك للحليب. هاي الجائزة هي شهرية، ومثل ما قلنا لكم بكل حلقة من فوانيس، اليوم الحلقة الثالثة طبعا. صحيح. وفي سؤال بالضبط، سؤال الشهر كمان، سؤال يومي. السؤال اليومي حيكون جائزة اليوم، جائزة اليوم هي تليفون مقدم من شركة دسمة للتجارة العامة والمواد الغذائية. اليوم في موبايل. بالضبط، اليوم حلو. تليفون. حلو. أنا متش طالع ويا شيء ما كانت الجائزة أوفن، يعني شوية يعني شوي النساء أكثر، بس اليوم تليفونات يعني شبابهم يعني أكثر شيء. بالضبط، رجال البنات أكثر. حلو التفسير المنطقي، ظريف جدا. أوكي موش. على كل حال مستمعينا كل التحيات الجميلة لألكم، أكيد رح يكون في سهرة كتير حلوة اليوم مستمعينا. بنوعدكم اليوم بمنافسة شرسة بيني وبين رندا. عندنا أسئلة يعني أسئلة ما أنزل الله منها من سلطان. على كل حال يعني في رندا سلطان بالقصة، يعني في كلمة سلطان بالقصة. يلا خلينا نروح عند ريناس نسمع قائمة الأرقام ومنرجع. للتواصل أكثر والمشاركة في برامج راديو الغد اتصل على كورك 0750-555-8889 0750-888-111 5 ACCL 0772-888-111-5 وعبر الفايبر والواتساب 0733-777-33-7 وللتواصل عبر الاسماس 0772-882-3838. اخبار الطقس الجو ده حلو يحب الرقص من جاينا
عودة لكم مستمعينا دائما عبر أثير راديو الغدوة فوانيس، وحان الآن موعد القرعة للسؤال اليومي. قبل ما نسحب خلونا نسمع السؤال، بعد شوي منقلكم الإجابة، ورندا رح تبارك لنا ياها وتقلنا مين رح يربح معنا. مين تتوقعي في شاب ولا صبي رح يربحوا؟ أنت منحازة للنساء أكثر؟ لا صح؟ ما منحازة لأحد يعني، بس إن شاء الله شخص اللي يستاهل واللي حظه حلو حيفوت ويانا بالقرعة الشهرية. كل يوم أكو نسوي سحبة والاسم ده يدخل بالقرعة حتى نهاية شهر رمضان المبارك يربح قطعة ذهب من شركة بريميلاك للحليب. هسا نسمع السؤال وبعدين نرجع. الفرصة يمك ومشاركتك تقربك من الفوز بقطعة الذهب المقدمة من بريمالاك، والسحبة راح تكون بنهاية شهر رمضان. وسؤالنا لليوم: في عهد من الخلفاء الراشدين تم إنشاء أول أسطول إسلامي؟ نستقبل إجاباتكم على الرقم 0772-882-3838. اكتب في بداية الرسالة سؤال رمضان زائد الإجابة الصحيحة حتى تدخل القرعة اليومية في برنامج فوانيس. إجابتك الصحيحة يوميا تقربك من قطعة الذهب المقدمة من بريمالاك، الحليب الأول في العالم بعد الرضاعة الطبيعية. كان هناك الكثير من الإجابات، يعني أغلبها طلع صحيح وممتاز جدا. معلوماتكم العامة صايرة رائعة جدا، وطبعا هو الخليفة هو عثمان بن عفان. لنشوف بقى مين رح يربح، مين سعيد الحظ رح يتأهل معنا للقرعة. صار مع رندا، تفضلي رندا. يلا هساني الأسماء كلها يمي ودا أسحب الاسم وحنشوف منو اللي حيفوز ويانا. اللي بحسني رح يفوز هو بالنهاية. هذا منو اللي راح تقري اسمه هلا؟ اللي راح اقرا اسمه مين؟ يلا خلينا نبشركم، نقول الف الف مبروك لام علاوي. ام علاوي تأهلت ويانا للقرعه النهائيه. مثل ما تعرفوا كل يوم بدنا نسحب اسم، وبالتالي حيكون ويانا 30 اسم نهايه شهر رمضان، وبالتالي شخص واحد فقط اللي راح يربح قطعه الذهب المقدمه من بريميلاك. الف مبروك لام علاوي، تأهلت ويانا. مبروك يا ام علاوي، وان شاء الله يكون او تكون قطعه الذهب من نصيبك يا رب يا ام علاوي. كل التحيه الجميله لا عليك. وبعد ما سوينا سحبة مال شهر رمضان، أكيد عدنا هسا رح تبدأ المنافسة بيني وبين جورج، واستعد للتحدي. قبل الحلقة كنا نتعاند ودا سوي مشاكل، هسا حتبدأ المشاكل بيناتنا. هلا على الجد بالحلقة على الهواء. بدأ وقت الجد. أوكي. تمام خلاص. بعد بس ما عرفت الجد ما بقدر أنا يعني هيك وقف بوشك يا رندا. لا هسا حتبدأ المنافسة بيناتنا، منافسة خطيرة، وحنبدأ بجولتنا الأولى. ومثل أحب أذكركم مثل ما قلت لكم ببداية الحلقة، الجائزة لهذا اليوم هي جهاز موبايل مقدم من دسمة للتجارة العامة والمواد الغذائية. حلو. نبدأ بأول اتصال من تغريد، ويسعد لي مساءك يا تغريد. أهلا وسهلا. ما شاء الله انقطع الاتصال ويا تغريد. هسا نروح للاتصال الآخر من أبو غفران، ومساء الخير عليك أبو غفران ورمضان كريم. ورمضان كريم ينعاد عليك وعلينا بالصحة والسلامة، ومساء الخير على استاذ جورج الغالي. كل عام وانت بخير يا ابو غفران. رمضان كريم عليكم يا غوالي. حبيبي يسعد لي وقتك يا ابو غفران، كل التحيات الجميله لك. والله سعيد اليوم سمع اصواتكم، الله يسعد، انتم غاليين. تسلم. احنا اللي سعيدين سمع صوتك ابو غفران. تسلم. ابو غفران، فريق مين راح تكون، انا او رندا؟ والله ما اريد اميز الصراحه، انت ثانيكم معزتكم عندي بالقلب كبيره، والله يشهد من اشد متابعينكم فقره ترند وبرنامج ولا الصباح. حلو. متابع نشط كمان. اوكي اولى اشوف يا ابو غفران، يعني ثانيكم قاعدين علي، وخلي المتصل اللي بعدي يختار وانا اشوف عاد ويانا راح الحظ يشوف. اوكي اياد، مساء الخير يا اياد. الو كمان راح اياد. عبد الحكيم، مرحبا يا عبد الحكيم. الو السلام عليكم. وعليك السلام يا عبد الحكيم، شو اخبارك؟ مساء الخير استاذ جورج. اهلا عبوده، تحيه لك. نور اهلا وسهلا عبد الحكيم. اجمل عليكم، ما بسمع اسمه غير من فوانيس لفوانيس، من سنه للسنه بتعرفي عن جد. السنه الماضيه انا كنت مع، يمكن مع شيماء كنت، فدايما كنت اسمع بصوته. عبوده، مع مين بدك تكون، باي فريق؟ ان شاء الله وياك استاذ جورج غالي. معي. اوكي اهلا يعني وسهلا. ابو غفران حيكون وياي. ابو غفران مع رندا. يلا اوكي جاهزين.
جاهزين جاهزين. يلا والسؤال هو لا لا احنا ما بنقول معي ريناس هو لحاله ريناس بتحرك يلا جاهزين وياي نعم السؤال يقول أي مدينة أكبر بقارة أفريقيا القاهرة بمصر لو الدار البيضاء في المغرب دار البيضاء أحسنت يا عبد الحكيم هدف لألي شو رندا شايف في حالة صمت كامل عندك لا لأنه صافنا دا يقول الجواب الأول فمدى أميز عبد الحكيم وأبو غفران هذا ما عاد تميز الصوت مو قصد مدى أميز الله. بس دا أريد أعرف منه يا سبحان الله ما عاد ميزت الصوت هلأ رندا وعلى فكرة رندا بتسمع دبيب النملة إذا بتكون يا جماعة أوكي هدف لي جورج لا شيء لراندا هارد لك رندا بعدنا بالبداية لا تفرح خلاص أنا بكفيني هذا الدور شكله مش موضوع بسيط في غدر وفي حوارات ده انا بسهر بالساعات كل ده بيحصل اوان حاسس اني كده ابتديت ابقى رومانسي وضعيف ليه نومي بقى خفيف كنت لما بنام شكله مش موضوع بسيط في غدر وفي حوارات ده انا بسهر بالساعات كل ده بيحصل اوان حاسس اني كده ابتديت ابقى رومانسي وضعيف ليه نومي بقى خفيف كنت لما بنام الجمال عدى الكلام اضحكيلي وتاخدي كام ادفع العمر اللي جاي بس وترد السلام مش بافور صدقيني حسي بيا كلميني حتى لو موضوع غريب اللي طلبه تفهميني انا والله ابني ناس مش بعاكس من الاساس ننتقل أيضا لمشتركين جدد معنا لليوم نور الشمس صباح مساء الخير صباح الخير مساء الخير السلام عليكم مرحبا كيفك نور الشمس شو أخبارك ما هي قالت نور الشمس الحمد لله كيفكم تمام كيفك أنت شو الأخبار كل عام بخير رمضان كريم بخير رمضان كريم علينا وعليكم آمين على الجميع يا رب نور الشمس حبيبتي نور الشمس أهلا وسهلا شانك إن شاء الله بخير علينا وعليكم يا رب وعلى الجميع عشان أول جميل. أول يوم شنو ثالث يوم رمضان الحمد لله بخير الحمد لله نور ويا منو حتكونين والله ماكو فرق إن شاء الله بس معاكي وياي أكيد ما في فرق بس معك أوكي شلون زبطت معك هيك بقات لنشوف يعني إنه يعني أكيد أوكي. تحب تكون ويانا اثنيناتنا بس مجبرة إنه تختار يلا أوكي ست أم مازن أم البنات معي المرحبا يا ست الكل شو أخبارك ألو يا ألو يسعد مساكي ألو أم مازن تسمعينا أم مازن راحت يلا بناخد اتصال جديد معنا كمان لا اتصال جديد غير نور الشمس يا ترى معنا الياس اهلا يا لوس كيفك يا الياس السلام عليكم عليكم السلام وعليك السلام شو اخبارك والله الحمد لله رمضان كريم علينا وعليك يا الياس كل تحية لك اهلا وسهلا فيك الحمد لله ربي يحفظك يلا لوس انت معي اوكي
اوكي سؤال سهل والله سؤال سهل كلش. عندي ما لا ما هو سؤال سهل سؤال كثير هذا سؤال كثير اوكي يلا هو ليك هو القصه كلها يعني هي حظ واللي بيحكي اول هو اللي بيربح اوكي الله نور ركزي زين وجاوبي بسرعه اوكي يلا السؤال يقول كم أرنب تلد الأم في كل ولادة؟ 9 أو 10 أرانب؟ 9 نور جاوبت صحيح نور أسرع منك تعادل. نور أسرع منك برافو برافو يا نور وهارد لك يا الياس كل التحيات الجميلة لك والنتيجة صارت تعادل وأخيرا أيوة والله تعادل والله يا رندا مالك قليلة شكلك شي مرة هديتي هالغنية رندا؟ لا بس أصالة ولا أوكي. لا أبدا بس أصالة إيه انا عندي معلومات انه انهديتي هاي الغنيه لا مو هاي مو هاي كل التحيه اكيد للي هداك الغنيه يلا اوكي لنروح انا وياكم كمان لاتصالين جداد معنا سيف مرحبا يا سيف كيفك مساء الخير جورج مساء النور رمضان كريم يا سيف رمضان كريم جورج اهلا وسهلا فيك يسعد لي اوقاتك يا سيف يا سيف تحياتي رندا مساء الخير يسعد لي مساءك يا سيف ورمضان كريم عليك وعلى الاهل وعلى الجميع ان شاء الله شلون رمضان وياك؟ لا الحمد لله عال العال عال العال هالسنة مو؟ ما عم يعذبك أول كم يوم ما عم تعذب شوي؟ نعم أول كم يوم ما عم تتعذب شوي هيك بالصيام؟ لا شوي الجو حلو الجو حلو إيه والله الجو حلو إيه والله يا سيف معك أنا معك أنا يستمر إن شاء الله يلا سيف مع مين؟ جورج انت مدريدي اوكي طبعا رندا مدريديه أو لا والله مدريديه ونص يعني صار لي حايل شويه ليكم مدريديين ما اذا اعطيكم ما هسه ما بدي اتابعاني بكيفك عاد يعني شلون ما اذا اكسب خاطر مدريديه اثنينكم شلون بالله شو يعني واذا يعني شو دخل يلا خليني ويا جورج اهلا وسهلا يا سيف يلا اوكي خلونا ننتقل كمان لادريس هو ادريس اكيد حيختارني يعني بكل الاحوال حتى خير. لو سيف كان اول اتصال يسعد لي مساءك يا ادريس مساء الورد سترورو يا اهلا وسهلا الحمد لله انت شلونك شو اسمه رورو رورو اوكي عظيم وانت جيو الله يخلي لي اياك الله يطول عمرك يا رب بس لا ليش رورو يعني مو اي دائما دلع رورو آه مو دائما هيك حلو عظيم نيالك يا عمي حتى برنامج دقيقه اقول منوره رورو اه أوكي. كمان بدقيقه الله اوكي عظيم اليوم متابعين بدقيقه كلهم ويانا اوكي ادريس انت مع رندا اوكي اوكي يلا ركزوا زين ادريس ركز زين حتى نجيب النقطه يلا سيف ان شاء الله يلا ركزوا وياي سؤال كلش سهل السؤال يقول من قتل مسيلمة الكذاب بلا خالد بن الوليد لا طول بالك ولا واحد من هدول طول بالك بس دقيقة على كيفك بلال بن رباح لو وحشي بن حرب وحشي جواب صحيح ادريس تحياتنا لك يا ادريس وفعلا جاب لي برافو نقطة برافو برافو طبعا حلو. اول بارحه ادريس جواب صحيح وسهم جواب عظيم صحيح عظيم يا عمي عاشت ايدك والنتيجه صارت يلا ان شاء الله يكون الموبايل من نصيبك يا ادريس كمان ان شاء الله اوكي تحياتنا وحشي بن حرب هو من قتل مسيلمة الكذاب إيه شو بالحلال وتحياتنا لعلاء القيسي اللي نور الكنترول مصورنا المبدع شو بالحلال لا مصورنا بعد ما تطلع عم نحكي عن مسيلمة الكذابة انت شربتي شي مرة عرقسوس طبعا بتحبي عرقسوس يعني اكيد بالموصل احد من الموصل وما يشرب سوس لا طبعا تحبي السوس اي كلش طيب اوكي في كثير ناس بتحب السوس على فكره بيرفع الضغط او بالموصل يعني يشتهرون شربت زبيب شربت زبيب وسوسهم كلش طيب يسووه هناك صراحه شربت زبيب انا كثير بحبها على فكره وبس السوس ما كثير صاحبي انا وياه ما كثير هي يعني بصراحه هو مو مفضل عند الكل يعني اكو ناس قليله فئه نادره يعني اللي تحب اوكي عظيم يلا خلينا نروح انا وياكم كمان نرجع. مستمعينا لاتصالين جداد معي محمد مرحبا يا ابو حميد الو ابو حميد محمد يا مساء الخير والفل والياسمين الو يا محمد الو الظاهر محمد راح محمد طيب هسه نروح المروان يسعد مساك يا مروان
مرحبا مروان. اهلا مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا فيك، شو اخبارك يا مروان؟ الحمد لله. شو اخبارك جورج؟ تمام، انت كيف امورك؟ تمام، ماشي الحال؟ والله والله ماشي. عندك كيفك؟ كيف صحتك؟ الله يقويك حبيب قلبي، يسعد لي وقتك. مروان الحمد لله تمام، انت شلونك؟ ان شاء الله بخير، رمضان كريم عليك. والله الحمد علينا وعليكم وعلى ذاتكم الكريمة حبيب القلب. مروان مع أي فريق حابب تكون؟ مع جورج. يا أهلا ويا سهلا ويا مرحبا لك، راح أترك لك جورج. مو جبنا أسئلة ما أخذنا جورج. لا لا مو أخذنا. على القليل هي فيها خيارات، يعني أنا عندي ما في خيارات. أوكي هنروح ويا أم مرح. أم مرح، مرحبا يا أم مرح. يسعد لي مساك يا أم مرح. ومساك يا ستراند، أشونكي؟ الحمد لله تمام، أنت أشونكي؟ والله الحمد لله مليحة. شلون رمضان وياك؟ أهلا وسهلا يا أم مرح. والله الحمد لله الحمد لله. اليوم شنو مسويين فطور؟ والله برياني. اليوم برياني، طبعا دائما البرياني والدولمة وال هي الأطباق الرئيسية. والسمك نعم. المزقوف هاي دائما بالبداية. عظيم. إيه صح. بألف عافية إن شاء الله. أم مرح تكونين بفريقي مروان ويا جورج، وأم مرح أنت دائما تجاوبين صحيح ما شاء الله عليك، فمتأمنة منك اليوم نقطة. إلا هالمرة ما رح تجاوب صح. لا لا حتجاوب صح. يلا أوكي، السؤال يقول، جاهزين؟ إن شاء الله جاهزين. يلا، السؤال يقول، ما هي الدولة الفائزة بكأس العالم 1982؟ ألمانيا أو إيطاليا؟ ألمانيا. اثنينكم غلط. لا 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 لا، أنا والله توقعت مروان أنت تجاوب يعني أسرع، هي إيطاليا. طبعا هي كانت الفريق الأفضل، ما توج بهذه البطولة. رندا كان هو فريق الأحلام، كان فريق البرازيلي هو الفريق الممتع جدا بكل المباريات، وحتى فاز على إيطاليا بال يعني بال يعني مباريات التمهيدية، ولكن للأسف ربح إيطاليا النهائي وخسر فريق الأحلام فريق البرازيل، لازم يتوج فعلا، خسر هذه البطولة. حلو، العاجبني بالموضوع لا إيطاليا ولا برازيل، أنت لو أجيب لك فريق من 1800 راح تجاوب عليه. شكرا على هاي المعلومات. أهلا يا رندا. أهلا.
للتجارة العامة والمواد الغذائية. عودة لكم مستمعينا دائما عبر أثير راديو الغد وفوانيس، متابع معكم لليوم الثالث على التوالي. أكيد أنا ورندا مرافقينكم بهي السهرة، سهرة الخميس، لحتى نربحكم جائزة حلوة كتير، وهي موبايل مقدم من شركة دسمة للتجارة العامة والمواد الغذائية، ومحظوظ كتير اليوم اللي رح يربح هذا الموبايل، صح رندا؟ صحيح فعلا، يعني جهاز أكيد رح تربحه بنهاية الحلقة، وحنشوف يا ترى منو المحظوظ اللي حيفوز بجهاز اليوم، حنشوف منو أو المحظوظة فريقي. مثلا مثل تغريد مثلا إلى مرحبا مثلا حيكون من فريقي لو فريقك. هلا بنشوف، حنشوف تغريد. يسعد مساءك. مساء الورد والسعادة على أحلى ستراندا أستاذ جورج. يا أهلا وسهلا. يا تغريد يسعد لي أوقاتك، كل التحية لك. رمضان كريم عليكم وعليك كمان وعلى عائلتك بالكامل يا تغريد، أهلا وسهلا فيكي. شو تغريد مع مين؟ تحياتي لكم وضيناك. شكرا شكرا يسعد وقتك. مع مين يا تغريد؟ طبعا اثنيناتكم غالين علي، بس راح أكون مع أستاذ جورج. أهلا وسهلا. أهلا أهلا. وهسه حيكون وياي عبد الرحمن وفريقي. أكيد يسعد لي مساءك عبد الرحمن. أهلا وسهلا، مساء النور. شوك شو ترنى؟ الحمد لله تمام، انت شلونك؟ تحياتي لك وتحياتي لجورج غرام، شلونك حبيب القلب؟ أهلا يا عبودة، شو أخبارك؟ أيوت أيوت، أهلا وسهلا فيك، يسعد لي أوقاتك، كل التحية لك. إياد عفوا، إياد رناز عبد الرحمن، أنا عبوا اللي غيرت اسمك. يلا ما في مشكلة. كمان رورو؟ اوكي رنوس رنوس رورو صار رنوس. طيب يلا يلا اياد، يلا حبيبي اياد، يلا انت مع فريق رندا. اوكي نعم نعم، يلا كن جاهزا، السؤال من عند رندا. يلا تغريد. نعم جاهزين. يلا ركزوا وياي، السؤال يقول اي دولة هي الدولة الاولى بانتاج السيارات، الصين لو اليابان؟ يابان. اياد جاوب صحيح. برافو يا اياد، انت اسرع من تغريد. تمام يلا، صارت 3-1 ومتقدمين فريقي على فريق جورج، وجورج بالبدايه كل تحمس. فايبر على فكره زايد ما لها علاقه. شو ما لها علاقه؟ اي علاقه؟ غشاشه انت صايره. غشاشه يعني غشي. هم دا يجاوبون مو انا على فكره يعني. ففريقي لحد الان اللي متصدر، واكيد ان شاء الله بالنهايه هو حياخذ الجائزه ان شاء الله يا رب. ما في فرق بيناتنا يا رندا. اوكي الله. يلا اوكي، يعني دائما انا بكون رحوم جدا بشهر رمضان المبارك. حنشوف انت بالبدايه قلت لا تتاملي. يلا اوكي مستمعينا، خلوكم معنا، بريك وراجعين. عودة لكم مستمعينا دائما عبر أثير راديو الغد وفوانيس مستمر، معي أنا ورندا سلطان. شو رندا هلا أنت 3-1 ما شاء الله. إيه ما شاء الله، وحتزيد أكثر يعني. حتزيد أكثر. يلا لنشوف. معي سجا، مرحبا يا سجا. ألو مساء الخير يا مساء النور، شو أخبارك يا سجا؟ الحمد لله بخير. كيف الأمور كله تمام؟ الحمد لله. شو الترند؟ الحمد لله تمام. انت شلونك يا سجا؟ الاهل شلونهم؟ الحمد لله الحمد لله بخير. الحمد لله. شلون رمضان وياكم؟ والله كله سهل. يلا يا رب يا رب يا رب هيك يكفي مثل ما هو هيك لاخر يوم. يلا يا رب. سجا ان شاء الله، باي فريق بدك؟ اي فريق سجا؟ فريقي لو فريق جورج. مع سترندا. مع سترندا يا ستي. بالهنا بالهنا. اوكي يلا هاتوا نشوف. معي ام ايمن. كلمة عاجبك. معي ام ايمن، مرحبا يا ام ايمن. الو مساء الخير والعافية. يا مساء النور، اهلا يا ام ايمن، شو اخبارك؟ الحمد لله. ام ايمن يوم كنتي معي بالخزنة صح؟ اي صح. ايوه اليوم. يا اهلا ويا سهلا. حبيبتي يسعد لي مساءك، شلونك؟ ان شاء الله تكونين بخير. معلش يا ام ايمن، اللي بيكون فريقي ما يحكي مع حدا لو سمحتي. شنو على كيفك شويه. ام ايمن انت فريقي يعني، انت خلص انا وياكي فريق واحد. قبل شويه ماكو فريق بيناتنا هذا قبل البريك. اوكي ام ايمن جاهزه؟ حبيبتي فدوى قلبك ام ايمن. يلا سجا وام ايمن كونوا جاهزين، لانه السؤال رح يكون من عندي. يلا اوكي. سؤالنا هو مثل، يقول المثل المكتوب بنقرا من شوف العين.
من عنوانه. برافو يا أم أيمن. أهلا 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 أم أيمن. عاشت إيدك والنتيجة. شو شو قالت أول شيء سجا؟ بتشوفوا العين؟ شنو قلتي؟ ما بعرف. إيه بتشوفوا العين. أوكي هداك اللي مكتوب على الجبين بتشوفوا العين، أما الكتاب مكتوب بنقرأ من عنوانه. يا أم أيمن برافو عليكي، أحسنتي. أم أيمن إن شاء الله يكون يعني بتعرفي اليوم شاركت معي بالخزنة، ما حلف الحظ إن شاء الله اليوم. هسه حلف الحظ إن شاء الله لك. يعني دخلتي ويانا بالقرعة لهذا اليوم، وجائزة هي جهاز موبايل من شركة دسمة للتجارة العامة سمعيني النتيجة الغذائية. لا تخاف بعدني متصدرة. إيه قديه صارت أكيد حسا معك 3-2 لمين؟ إليا. لا الاثنين الاثنين إلك. أيوة. بس الثلاثة إلي. أوكي يلا خلونا نروح أنا وياكم مستمعينا لاتصال جديد معي أبو آية. مرحبا يا أبو آية. ألو ألو مساء الخير. مساء النور يا أبو آية. كيفك جورج حبيبنا؟ أهلا وصلا فيك يا أبو آية، كل تحية أكيد لك. يا تسترند وكل عام ورمضان ألف خير يا رب، ورمضان مبارك عليك أبو آية. علينا وعلي السترندة تحياتي لك. آمين. وتحياتنا لك أبو سهل. آية ويا منو حتكون؟ راح أكون تحياتي جوش، راح أكون وياك. أهلا 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 أبو آية. أوكي أبو آية مع رندا وأبو طه معي. مرحبا يا أبو طه. ألو ألو مساء الخير. صباح الخير، كيفك فيقناك؟ أبو طه ألو السلام عليكم. مين أول واحد رد علي؟ ألو ألو السلام عليكم. وعليك السلام، أنت أبو طه ولا حدا تاني؟ لا نعم أنا أبو طه. أهلا وسهلا جورج. يسعد أوقاتك، كل التحية لك. يا هلا كريم عليكم وعليك يا رب وعلى الجميع يا أبو طه. أبو طه أنت فريقي أوكي؟ إن شاء الله. يلا ما نربح شد حالك شوي أوكي؟ إن شاء الله. يلا السؤال من عند رندا. يلا ركزوا وياي، السؤال يقول متى يعني لا اسألي سؤال قبله. ما راح اسأله. طيب السؤال يقول متى يزداد طول الإنسان، عندما يقفز لو عندما ينام؟ يقفز عندما يقفز. اثنينكم غلط. لا بيزيد طول الإنسان بس ينط يا رجل، معقول؟ أوكي لا بس ينام أكيد، يعني بيكون بمرحلة النمو. هذا الكلام قبل سنة 18 عام للرجال أو للصبايا، ولخلال سنة 21 للرجال. بس إجمالا هو بينام الإنسان بيتحرر من جاذبية الأرض العمودية عليه، يعني هذا الشيء بيكون من خلال نمو، بيسموه نمو الأطفال ونمو الجسم للإنسان. شكرا لكم، وإجابتكم اثنيناتكم غلط، لما بيقفز بيطول. أوكي يلا بكل الأحوال متابعين معكم مستمعينا فوانيس بيوم الخميس. ومكملين وياكم أحبتي المستمعين، دا تسمعونا عبر الترددات 94.9 و89.9 وأيضا عبر تطبيق الغد أف أم. ومكملين التحدي أني وجورج بين فريقي وفريقه، تجي 4-3 ولحد الآن 3-2. لا ليه؟ شنو ليش؟ اللي ما بيعرفوه أنا باخده. ليش إن شاء الله؟ لكن هيك الأصول اللعبة صح؟ ولا لا لا مو صحيح، ما أنا لي حصتين على فكرة بالبرنامج. أنت لك حصة. أنا حصتين جنو داخل ورث أنا ذكر. أنا بورة اللي بيجاوب اللي ما بيجاوب. طيب يلا أوكي خلونا أنا وياكم كمان ننتقل إلى اتصال جديد معي عبود. مرحبا يا عبود. مرحبا. شو أخبارك يا عبود؟ منين عم تحكي معنا؟ على الحدود؟ من الموصل. من الموصل، اهلا وسهلا فيك، يسعد لواتك. يلا يا عبود مع مين؟ مع رندا ان شاء الله. لا لا ليش هيك عبود، رحبنا فيك وكذا وعملناك في الافلام وهيك شغلات، اخر شيء بتختار رندا على البرد المستري. مره ثانيه معك. شو الجاذبيه يا رندا، ويبقى الامل. مرحبا. خلي اسلم على عبود الاول. أهلا مساء الخير. مساء النور، شو مساء أخبارك؟ مساء الورد، أهلا وسهلا. كيفك أستاذ جورج؟ تمام. اسمك ويبقى الأمل؟ لا أنا دجلة بنتي يبقى الأمل. أهلا وسهلا فيكي، شو أخبارك يا دجلة؟ اشتقنا لك. الحمد لله، أنت شلونك؟ يا مرحبا، يسعد لي أوقاتك، كل التحيات الجميلة. حبيبتي الحمد لله تمام، أنت شلونك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله، الله يسلمك، رمضان كريم عليكم. وعليك يا رب يا دجلة. وعلى الأهل وعلى الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. أوكي. ويبقى الأمل حتكونين ويا جورج وعبود. دجلة. وياي دجلة
يبقى الأمل بنت. أنا أريد أقول ويبقى الأمل وتاسع. ويبقى الأمل مع دجلة. أوكي طيب. يلا هاتوا نشوف. على فكرة السؤال من عندي والسؤال بتكون تركزوا كتير منيح لأنه لأنه السؤال إجابته صعبة شوي. أوكي. لا. يلا. الإجابة صعبة مو سؤال صعب. أوكي. أنا رح أقول لكم الإجابة بس الإجابة صعبة شوي. فيكون عندكم سرعة بديهة يعني هلا. أوكي يلا. السؤال يقول. صوت الدجاج يسمى القوقعة أو الوقوقة؟ الوقوقة. قوقعة. جواب صحيح عبود. تحياتي لك يا عبود. جواب صحيح. لا هو الوقوقة. هي قالت القوقعة. يعني دجلة صح. قوقعة أنا قلت. سلامتك رندا. سلامتك يا رندا. خير إن شاء الله. عطيها بريك لرندا. ما عاد تقدر تستوعب إنه تعادلت أنا وياها. يا إلهي. ورجعنا وياكم بعد ما تعادلنا أني وجورج ومستمرين بجولتنا لهذا اليوم والمنافسة مستمرة وحنشوف بالتالي منو حيفوز بجهاز تليفون بنهاية الحلقة. أكيد حنعرف. خلي نستقبل هذا الاتصال من رنا. ومساء الخير عليك يا رنا. مساء الخير أست رندا وكل عام وأنت بخير وأستاذ جورج أيضا بخير. أهلا يا رندا وأنت بخير. رمضان كريم عليك وعليه. تسلميلي يا رب وعليك كمان يا رندا. يا رنا اختي عقلي يا رنا رندا خايفه حق اليوم. اوكي رنا مع فريق مين بدك تكوني؟ تمسيك مع عزه. ايه بس معي انا بتحبيني اكثر. مع مين؟ مع جورج. اي نعم قلت لك انا. اوكي انا اهو رنا. رنا اصلا يعني بتحب تستمع لي اكثر. ها اوكي صح رنا. اي نعم. ها اوكي. اوكي ابو المصايب انا يا جماعه. أصلاً ابو يعني المصايب انا واحده من الناس احب اسمعك يا جورج. الله يخلي لي اياك يعني يا رب. يلا اوكي هي نقطه لحالها اجت لعندي. شكرا لك يا احلى رندا. اوكي حرف الراء عامل لي مشكله اليوم. يلا بنروح لعند اماني. مساء الخير يا اماني. الو مساء الورد والياسمين. اهلا وسهلا. اهلا يا اماني. رمضان كريم عليكم على الجميع يا رب. شلونك؟ ان شاء الله بخير. تمام الحمد لله. انت شلونك؟ الحمد لله تمام. اماني حتكونين بفريقي. اهلا يا اماني. سعد اوقاتك. كل التحيه لك. تحياتي لك سعد. يلا اماني سرقتك رندا مني. اوكي اوكي انا بدي اياكم انتوا اثنين عندي بالفريق. ها شنو لك مش عن نربح انا. ها شنو. يلا رنا واماني جاهزين. السؤال من عند رندا. يلا ركزوا وياي. سؤال سهل. لحظة. اكيد سهل. بدي تقول اريد سؤال سهل. اه اوكي. لا والله هذا كثير سهل. لا يعني ركزوا زين. ايه. حيكون سهل ان شاء الله. يلا اوكي. السؤال يقول اي الحيتان تستطيع الغوص اعمق في البحار؟ حوت حوت الحوت حوت العنبر لو الحوت. ها برافو رنا على قالت. بس دقيقه نصر يعني خلينا نسمع. حوت العنبر لو حوت الازرق. الحوت الأزرق. شو رنا؟ الجواب الثاني. أوكي رنا جاوبت صحيح. تحياتنا إلك والنتيجة صارت 4-3. شو لسه أنت عم تقولي لا ولا؟ أنا من قبل ما تسأل السؤال عم تقول الحوت العنبري قالت هي. أوكي طيب يلا ماشي الحال. لازم بعد ما سمعت السؤال تقول الثاني شو yeah. لا هي مو قالت الثاني. هي قالت الحوت العنبري. هي ما قالت الحوت الثاني. لا لا بالبداية قالت أنه الجواب الثاني. يعني بعدني ما قايلة الجواب الثاني. ربحت ولا لا؟ بس هي أكيد حظ بالنهاية. ربحت رنا. أوكي 4-3 لألي. ريمونتادا يا جماعة. ريمونتادا خليكم معنا أكيد دائما بفوانيس بيوم الخميس. هذا البرنامج برعاية شركة دسمة للتجارة العامة والمواد الغذائية. كتير حلوة الغنية خياي. أكيد رح نتابع معكم مستمعينا أنا ورندا سلطان بفوانيس. ونتيجة إلى الآن 4-3 لرندا. وحققنا الريمونتادا بآخر الوقت يعني ما شاء الله بفضلكم. طبعا تعادل وأني أربح ما بتوقع. أوكي منروح مباشرة لاتصال جديد معي محمد رعد. مرحبا يا أبو حميد. ألو السلام عليكم. وعليك السلام. الله رمضان كريم عليكم. على الجميع يا رب يا محمد رعد. أهلا وسهلا فيك. منين عم تحكي معنا محمد؟ من الموصل. يا مرحبا. منين من الموصل تحديدا؟ حي حدباء. أهلا وسهلا فيك يا أبو حميد. يلا حمودة جاهز؟ مع مين بدك؟ جاهز جاهز إن شاء الله. مين بدك؟
والله ان شاء الله وياك. الله ها يا عيني عليك، والله حبيتك يا محمد، والله من الاول حبيتك والله من لا والله من اول ما قال له حبيته سبحان الله. تحياتنا لك يا محمد، وروح لاتصال اخر مع ام رائد. ومساء خير ورد يا ام رائد. ام رائد تسمعيني؟ اسلاف الخبز. اهلا وسهلا ام احمد. ام احمد اهلا وسهلا بيك. الحمد لله تمام، انت شلونك؟ يا رب تكونين بخير. الحمد لله بخير. اهلا يا ام احمد، يسعد اوقاتك يا رب. محمد رعد وام احمد جاهزين؟ ام احمد انت جاهزين ان شاء الله. يا رب ركزوا زين. يلا اوكي، سؤالكم يمكن انا بعرفه هذا السؤال وانتم بتعرفوه يمكن وقت ما كنتوا اطفال صغار. اوكي، سؤال كتير سهل أوكي. وكتير حلو وكتير مميز جدا. اوكي، سماه العرب بحر الظلمات، عن اي محيط اتكلم؟ المحيط الاطلسي ام البحر الاحمر؟ برافو أم أحمد. جابت لي النقطة وأخيرا صرنا تعادل، وإن شاء الله تفوزين بنهاية الحلقة بجهاز التليفون. برافو، سبقتك يا محمد رعد، هارد لك ولا يهمك يا أبو حميد. يلا المرة الجاية يوم الاثنين أحكي معنا، وأكيد نكون أنا وأدم كمان، وإن شاء الله تجي فريقي وبربحك كمان. تكرم عيونك. أحد يقول لجورج أنه أنا راح أربح اليوم، ما بيها مجال أصلا يعني. ليه الدنيا تعادل هلا؟ إيه بس أنا حربح، بس هلا تعادل يعني. اي بس انا يعني لازم احد يقول لك انه ان شاء الله ان شاء الله. شوف شو بتقول علاء، مين رح يربح اليوم؟ ها رندا. حلو. ريناس مين بيربح اليوم، رندا ولا انا؟ انا ها شفتي كيف معي. يلا وعلاء قال انا. يلا بقيان بس حصان، خلينا نجيب الحصان. اوكي يلا سناخذ هذا الاتصال من محسن، ويسعد لي مساءك. اهلا وسهلا. ألو، مساء الخير ورمضان كريم عليكم. مساء الورد ورمضان كريم على جميع. يا رب شونك؟ يا رب تكون بخير. والله الحمد لله بأس خير، بسمع أصواتكم الشهادة يعني. أهلا يا غالي. يا رب ويا منو حتكون، ويا يالا ويا جورج؟ أكيد ويا سترندا. أكيد. ليش أكيد بقى خير إن شاء الله؟ يعني شو والله يعني ليش يعني شنو؟ ولكن هيك يعني لا هو خلاص انت اخترته مشي الحال، بس ليش أكيد هون السؤال يعني. يعني أكيد هو من متابعيني يعني. أنا شو قول أشوف قول أنا شو سوي يا تحقيق. طبعا لازم أعطيني اسم الثلاثي محسن. تحية حبيبي إلك أستاذ جون. أهلا يا محسن. يلا أوكي، أم ليان مساء الخير. ألو خير أستاذ جوز، أنا أكيد معك. شو أخبارك؟ أي أكيد طبعا أكيد مجبورة تكونين ويا جوز، ما بقى غيري يعني. ما بقى غيري. أوكي أهلا وسهلا، يسعد لي وقتكم. يلا جاهزين؟ يلا جاهزين. سؤال عند رندا. هذا السؤال دقيقة. يلا ركزوا زين. السؤال يقول، تقع مدينة سور الغزلان في تونس لو الجزائر؟ الجزائر. برافو، جاوبت صحيح. أم ليان وعاشت إيدك، والنتيجة صارت 5-4 بعد ما خلصت الحلقة، وأكيد مكملين وياكم بجولاتنا. اختملنا الحلقة ريناس خلاص حاجة. وعودي لكم مستمعينا دائما على رثير راديو الغد، وهناك الكثير لسه اليوم بحلقتنا، والأسئلة كمان اليوم في شيء صعب وفي شيء سهل، على ما يبدو انه عم تحلوا الصعب وتتركونا السهل، ما بعرف ليش. على كل حال يلا ماشي الحال، رح نتابع معكم باتصال جديد مع ام احمد. مرحبا يا ام احمد. الو السلام عليكم. وعليك السلام الله، كيفك يا محمد؟ رمضان كريم عليكم. امين على الجميع. يا رب. شو اخبارك؟ والله بخير الحمد لله. اهلا يا ام احمد. ام احمد باي فريق رح تكوني؟ ان شاء الله وياك استاذ جورج. اهلا وسهلا يا ام احمد. يلا ام احمد نربح، الله يرضى عليكي. اوكي بدك تجيبي لي النقطه؟ ان شاء الله نجيب النقطه. اكيد ام مازن حتجيب لي النقطه، ويسعد لي مساءك ام مازن. مساء الخير. مساء الورد، اهلا وسهلا بيك. انا من الاول غصب اصير معاكي، بس يا رب احكي شويه. فدوى لقلبك، اكيد حتكونين ويانا وياي تحديدا، وان شاء الله تجيبين النقطه وتفوزين بالنهايه ان شاء الله. ان شاء الله. ومازن ركزي زين حتى تجيبين النقطه ان شاء الله. ملاحظة أنه مازن ولا قالت لي مرحبا ولا شيء، ولا قالت لي مرحبا. لا شو عامل لك؟ أنا شو عامل لك بس فهميني.
والله خلصته. هي تختصر الوقت يعني. الله يسامحك. بعدين ماكو فرق بيناتنا جورج. يلا سلامات بالبداية. اي بالضبط. شلون ما في فرق؟ شلون؟ طيب يلا اوكي. يلا خلوكم معي والسؤال من عندي اوكي؟ اوكي. يلا اوكي. سؤالي يقول بانكوك عاصمة دولة تايلاند أو ماليزيا؟ تايلاند. برافو ماليزيا. لا هي أم مازن هي الجواب الصح. صار النتيجة هي 5-5. وأكيد جابت لي النقطة مثل ما توقع. حظك بيفلق الصخر أنت رندا. يا ستار الخشب يا معودي. ما شاء الله. لا ما بصي بالعين. عندي خرستين اليوم جايبة خرستين. والله ما بصي بالعين. لا عيني زرق ولا أسناني فرق. الله وكيلك. لا إلي كرش وبحلق على الصفر لا تخاف. هذا البرنامج برعاية شركة دسمة للتجارة العامة والمواد الغذائية. سؤال رندا أنت شكاكة شي؟ بتشكي؟ يعني لا شجاوب يا انت يعني كامرأة انت يعني شكاكة من نوع الشكاك ولا لا؟ هي تعتمد على المواقف بالتالي. اه يعني شكاكة؟ لا لا بالع المواقف تعتمد. بتغاري بتغاري على رفقاتك على اصدقائك على اهلك على يعني الناس اللي بتحبيهم؟ يعني اكيد كل انسان يغار بس لما توصل مستوى معين يكون اوفر الموضوع. يعني مانك شكاكة؟ كل انسان ده اقول لك يشك بمواقف معينه يغار بمواقف معينه بس لما يكون على كل شيء شك وعلى كل شيء غار لا هنا الموضوع خرج عن حده ويكون مرض بالتالي. اكيد طبعا. تعرضتي لهيك مواقف مثلا مؤخرا يعني مع اصدقائك كنتي مثلا بالجامعه بتلاقي في ناس هيك بتلاقيهم مثلا انت بتدرسي فبصيروا بيشكوا مثلا اذا انت ايه عم تدرسي ولا لا بيضايقوكي يعني. لا 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 ما كان اكو اي مضايقات يعني. بعدين الجامعه ايش قد صار لي من تخرجت يعني بس بضل هيك ذكريات حلوه يعني. اكيد ذكريات حلوه. لا لا ما كنت اتعرض لهيك مواقف الحمد لله. قصتي انا بزماناتي كان مرافقني هيك شيء يا الهي. وعلى فكره في شباب هيك كتار شباب اللي هيك أكتر من البنات ما شاء الله. خلاص البنات مثل بعضها يعني بس الشباب اللي بيشكوا كتار ما شاء الله. ما شاء الله. إيه نحن منشك يعني أنت من نوع الشكاك؟ أنت بتعرفي أنا من نوع الشكاك؟ كنت شكاك إيه بس هلأ لا. يعني شون عالجت الموضوع؟ رحت عند الحلاق ما عاد شكوك يعني تصير. ناخذ اتصال جديد مع الشاعر. مرحبا يا شاعر. ألو. ألو. راح الشاعر. عبد الله العراقي. ألو. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. رمضان كريم عليكم ان شاء الله. اهلا وسهلا وعليك يا رب. شلونكم شخباركم؟ الحمد تمام. لله تشلونك؟ والله بخير انت شلونكم؟ الحمد لله تمام. عبد الله ويا من عندكم؟ ويا ابو جريج. اهلا يا عبوده يسعد لي اوقاتك. كل التحيه لك حبيبي. يلا مين في معنا بالمقابل؟ ريناس احمد الطائي. مساء الخير ابو حميد. مساء النور. اهلا وسهلا. يا اهلا بيك. اهلا وسهلا يا ابو حميد. ابو حميد انت مع رندا اوكي؟ اوكي. يلا اوكي جهزوا لي حالكم. يلا يلا. ركزوا زين. السؤال يراد له تركيز. السؤال يقول من مكتشف جرثومة الجرب؟ نعم. اوكي. ابن سينا لو ابن زهر؟ ابن سينا. ابن سينا. اثنينكم غلط. لا لا لا. اوكي كيف اكتشفها بقى؟ بتعرفي شلون رندا اكتشفها؟ ما بتعرفيها القصة؟ طيب اوكي. هذا ابن زهر بزمناته اوكي ما كان يتحمم. لا جدي القصة هيك والله القصة هيك. هو اكتشفها يعني؟ فاكتشفها انه في اكتر من حدا يضل عم يحك حاله. فأخذ له هيك مثل صار يعمل تحليلات بالمختبر فتأكد أنه في جرثومة بالقصة كلياتها فطلع جربان طلع. فبيقولوا دائما الحمام ليش عم تحكوكي أنت خير طلعوني من الاستوديو يا جماعة. وأكيد هذا اليوم حلو جميل ويا أصواتكم ومشاركاتكم أحبتي المستمعين وزلنا مستمرين باستقبال اتصالاتكم. حنشوف بالنهاية يا ترى منو اللي حيفوز بالجهاز التليفون اللي مقدم من شركة دسمة للتجارة العامة والمواد الغذائية. ونقول ألو للفراشة. أهلا وسهلا يا فراشة ويسعد مساءك. يسعد مساءكم. مساء الخير رمضان كريم علينا وعليكم على جميع يا رب. شلونك يا فراشة؟ إن شاء الله تكونين بخير. بخير. أنت بخير الحمد لله. الله يخليك يا رب. فراشة ويا منو حتكونين؟ ويا ستراندا. وياك أكيد. أتشرف بيك يا فراشة وإن شاء الله تجيبي لي النقطة ونروح لاتصال آخر. أنا واحدة بيحكي معي على فكرة. واحدة بيقول لي مرحبا.
انا قاعد هون الله وكيلكم هيك جايبيني كماله عدد. اوكي نقول مرحبا لاشواق. الو مرحبا يا اشواق. مساء الخير. يسعد مساكي. اهلا وسهلا فيكي. شو اخبارك؟ والله الحمد لله بخير. شلونك ست رندا؟ الحمد لله تمام. انت شلونك؟ يا رب تكونين بخير. والله انا ما دام احكي معك انا كل شيء. الله يخليك حبيبتي. اكيد لي الشرف باتصالك وسماع صوتك. اذا بس حبيت اذكرك يعني انت فريقي. اوكي فريقك بس حابه تحكي وياي. اي بعرف بس انا انت فريقي اشواق. بس انا رندا يعني انت كلكم اعزاز بس انا رندا يعني مشتاقه لحيل واتمنى يعني حبيبتي يعني تشتاق لك العافيه. بس يعني ما الله يبارك لك يا رب. تسلمي لي حبيبتي فدوى قلبك. الله يسلمك يا رب. واكيد نورتينا يا اشواق. صار لي سنه خاطبه المخلوقه والفراشه. لا ما صار لي سنه حرام عليك بعد. مو السنه الماضيه مخطوبه؟ شهر 2020 ايه شهر 12 يعني صار سنه بعد. طيب اوكي ماشي. يلا يا جماعه اوكي السؤال من عندي. جاهزين صبايا؟ اكيد. يلا لازم اقول لك اداري ناس. طيب يلا اوكي السؤال يقول والله لكم انتم بتحبوه هذا المعدن انتم كثير بتحبوه انتم الصبايا هو الذهب ماشي. سؤالكم بيقول من هي الدولة الاكثر انتاجا للذهب حول العالم؟ هل هي امريكا ام جنوب افريقيا؟ جنوب افريقيا. احسنتي يا من جواب أشواق اللي أوكي. جاوبت وألف مبروك يا أشواق أنه دخلتي ويانا القرعة والنتيجة صارت 6-5 بالعكس. إن شاء الله. بالعكس نهائيا يعني لكي. أكيد ماكو فرق صارونك أصفر ماكو فرق أنه فراشة وأشواق جبنا كاسة ليموناضة الله يرضى عليك. أكيد أشجع الفئة النسوية. ايه بتشجع الفئة النسوية؟ ما هن اثنيناتهم بنات اذا ايه بدك طبعا يعني, يعني فبالتالي ما قلت ماكو فرق لان اثنينهم بنات. خلونا ناخذ كمان اخر اتصالين معنا لليوم. اذا صار في تعادل بيني وبين رندا رح نمدد كمان اتصال جديد معي وردة الحب. مرحبا وردة الحب. الو 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 وسهلا الورد على احلى شجرام مساء الورد قلبي حبيبتي فدوى القلب. احلى مين؟ عفوا مين؟ شو ما سمعت شو هي؟ رنودة قلبي. رنودة قلبي اوكي تمام عظيم. نعم. تصغير لرندا رنودة يا مثلا. اوكي عظيم. وردة الحب يلا مع مين انت؟ لا تخجلي لا تخجلي. انا ويا رنودة قلبي. انت ويا رنودة قلبي اكيد دائما حتكون وياي يا جورج. اوكي يلا عظيم. وردة الحب مع رنودة قلبه ونشوف محمد. مرحبا يا ابو حميد كيفك؟ واني ويا جورج بلعي. حبيبي يا ابو حميد يسعد لوقتك. شو اخبارك؟ هي حب واحترام وتقدير للاخ جورج غرام يا حبيبي السلطان والرينات. شكرا جزيلا بالحب وكل الكادر تحياتي لمحمد. اهلا وسهلا بكم. يلا يا شباب جاهزين ان شاء الله؟ يلا اوكي بعد شوي وزعوا التحيات. يلا جهزوا حالكم. اوكي يلا ركزوا زين. السؤال يقول من هي أول شركة صنعت شريطة للتسجيل؟ هي فيلس لوال ديزني الأول. برافو برافو أبو حميد. أيوة 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 فيليبس هي أول من صنعت شريطا للتسجيل. إيه طنطلة كمان. وردة الحب هارد لك أبو حميد برافو عليك. وصارت نتيجة 7-5. أيوة لمين؟ الجورج طبعا. برافو عليك. فإذا مستمعينا بدنا نقول مبروك سلفا للرابح معنا رندا. ستقوم بسحب اسم الفائز أو الفائزة إن شاء الله يا رب بموبايل من شركة دسمة للمواد الغذائية والتجارة العامة. رندا سحبينا اسم فريقك يا جورج اكيد يا بس رب. بالنهايه حنشوف اللي حيفوز حيكون من فريقي لو فريقك. اكيد هسه بدنا نسوي القرعه وحنسحب الاسم. حسحب الاسم هسه. جاهزين؟ يلا يلا حنشوف منو حيفوز بجهاز التليفون ودا افتح الورقه واشوف الاسم. مين منو من هو؟ ثلاثة مين اثنين
أيوة. واحد. أيوة. أم أيمن ألف مبروك. أم أيمن جهاز التليفون ألف مبروك إلك، جهاز مقدم من شركة دسمة لتجارة العامة والمواد الغذائية. تستاهلي يا أم أيمن، أكيد فزتي ويانا. أم أيمن كانت معي 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 كانت ويا معي. جورج كانت معي. مبروك يا أم أيمن. أم أيمن ألف مبروك، تستاهلي وإن شاء الله هيك يعني، والبقية حظ أوفر يعني. وأول رسالة بتبعتيها من الموبايل الجديد تبعتيها لراديو الغد. أوكي إن شاء الله. شكرا رندا على هالسهرة الحلوة، يعطيك ألف عافية. كلش استمتعت وياك يا جورج صراحة، ما حسيت بالوقت، كانت ساعة ونص ممتعة جدا وياك. وإن شاء الله هلا بشوي كانت عم تقلي ما عم تمشي الساعة. أوكي بس على الهواء. لا صدق ما حسيت بالوقت يا جورج، كلش استمتعت وياك أنت وكل المتصلين ويا أصواتكم الحلوة. وإن شاء الله اللي ما فاز ويانا اليوم الأيام القادمة تفوزون. بعد أكو 27 يوم جوائز متنوعة من راديو الغدوة من شركة دس، وأيضا لا تنسون كل يوم أكو سؤال مقدم من بريميلاك قطعة ذهب نهاية الشهر إن شاء الله. شكرا جزيلا يا جورج. شكرا رندا، وشكرا أكيد لكل المستمعين وين ما كانوا عم يتابعونا. أكيد شكرا كمان لكل من ساعد بإنجاح هذه الحلقة. شكرا أحلى رنوس لرفانا بالإخراج، شكرا على، وأيضا تحية لحسام، وهذه تحية مني أنا جورج غرام. إلى اللقاء. آخر الأخبار المنوعة، ضحك وفرفشة، مسابقة